الدليل أنني لم أكن منهم أو بينهم، أني لم أتسلم أي موقع تنفيذي، علما أن الموقع التنفيذي كان بمتناول يدي. الذي حصل والتوصيف الدقيق لموقفي أني كنت ولا زلت جزء من الحالة السياسية العراقية، ولا يمكن أن أكون خارج الحالة السياسية العراقية، لأنه سينعدم تأثيري إن كان هناك أي مجال للتأثير في ذلك. يعني مثلا في العام 2006 إلى العام 2010 كان مقتل العملية السياسية هو هذه التموضعات الطائفية والعرقية. اخترت أن أكون، يعني هذا هو الأهم كان في ذلك الوقت، لأنه بسببه تكون الحرب الطائفية، بسببه يمكن أن يكون تقسيم العراق. ولذلك اخترت أن أكون جزء من مشروع لا يؤمن بالطائفية، وكان العراقية في تلك الفترة. أما حينما أصبحت جزء من دولة القانون، دولة القانون هي النتاج الطبيعي من حالة طائفية اللي هي الائتلاف الوطني الشيعي في ذلك الوقت، هو خروج على الطائفية، وهذا منعطف نوعي جدا كان في الساحة السياسية العراقية. ولذلك كنت مع دولة القانون ودعمت دولة القانون، ولكني لم أكن جزء من كيانها التنفيذي على الإطلاق، وكنت بالعكس في دولة القانون وأشد المنتقدين وأشد المختلفين مع زعيمها الأخ نوري المالكي.